اوه مرحبا مرحبا، انا هو بائع البرجر وانا عايش في هاي الجزيرة الرائعة كثير كثير. انا بائع البرجر وهذا هو طفلي الصغير. مرحبا يا طفلي الصغير بائع البرجر. اهلا اهلا يا بابا، اطلع اطلع يا بابا، قاعد بسوي في هذا البرجر الرائع. شوف، واو والله انك رائع كثير. احنا بنسوي البرجر تبعنا باشياء صحية مثل التفاح ومثل الانجاص ومثل الموز والجزر والسفرجل، صح يا اخو؟ يا صح يا طفلي الصغير. نعم نعم يا بابا، هات لك جرجير. يلا يلا، عيني بدي اجيب لك الجرجير من هون تحت هذولا. تفضل تفضل، هات لي 5 موزات وبيضة واعطيني معهم حبة فجلة وحبة مانجاية. طيب هيا، اعطيت لك 5 موزات وهي حبة فجلة، وبدي اجيب لك مانجا من هون وهي مانجا مثل هيك. تفضل تفضل. ياي يا هيك، يلا مثل هيك، وين حطيتها بالفرن وبدها 4 ساعات لتصير. نسيت اهم اشي، البرجر لازم يكون فيه بداخله لحمة. يا بابا احنا ما بنحط لحمة، بنحط سمك. ايه يا ويلي، طيب مثل ما بدك. طيب يا طفل الصغير، خلينا انا وياك نجلس في هذا المكان ونستمتع في المنظر الجميل. واو، وننتظر هيك عبين ما يخلص البرجر شو عشان هذا ناكله. يا بابا؟ ليش هيك انت كنت تسوي البرجر هون؟ طلع كيف، طلع هذا يعني الشمال كتفك، ليش هيك مش عاجبه هي البرجر كان؟ طلع على اليمين كيف صافن في البرجر كمان. يلا عادي عادي مش مشكلة يا طفل الصغير، هذا لأنه عرف انه كل اشي بأرخص الأثمان، يعني عادي عادي يا طفل الصغير. خلصت خد يا البرجر؟ بابا خد. نعم نعم، هيدا احط لك اياه بصحن مثل هيك ومثل هيك. شوف، اوه يا سلام، واو لذيذ كثير كثير يا طفل نعم نعم، الصغير. اشي نظيف نظيف يا بابا. شو رايك يا بابا اني اظني اسوي 500 الف برجر طيب علشان بالليل ننزل ونبيعهم في المطعم بتاعنا؟ طيب ماشي ماشي، يلا خليني اتابع برنامج المفضل. هي هي، بدي 500 برجر 500 برجر. ايه يا ويلي طفلي، في طلبية 500 برجر. يلا انت يا الان ويلي سوي كتار. سوي البرجر وانا بدي اوصل طريق من هاي الجزيرة للجزر الثانية، ماشي؟ عشان خلاص اتعرف ماشي على ماشي. الفنانين. يلا 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 يا بابا، مع السلامة. مع السلامة. يلا يا بائع البرجر، لا تنسوا انكم يا متابعينا يا اساطير تشتركوا في هاي القناة. خلينا نوصل هاي القناة 600 الف مشترك باقرب وقت، حتى اكثر من 600 الف مشترك انتم بتقدروا. يلا وصل 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 يا بائع البرجر، وصل 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 يا بائع البرجر. واو شو هذا؟ ياي ياي، بابا عالشاورما، شو القرف هذا يا عيي؟ جالس جالس بدعس على الشاورما عشان تنزل لتحت. يا مقرف يا مقرف يا مقرف يا مقرف يا مقرف يا ويلي، من وين طلع هذا؟ شو هالقرف هذا يا كلب؟ خليني اغسل رجلي مثل هيك واروح اكمل. يا ويلي لا تخرب علي، لا تخرب علي، هسه بنكسر الشيخ. يا ويلي طلعوا، بغسل رجلين وسخات، طلعوا ما وسخ ورجليه. هيي يبتعد عني، خليني اظبطها. دجاج والشاورما لازم اطحش ودحش عشان احطه على السيخ وابيع العالم. طب ليش ماسك في المروحة؟ مش حرام عليك المروحة تمسكها مثل هيك؟ يا ويلي يا بعدين بوقع بتكسر. شو شايفني انا يعني حمار شايفني؟ الله يقرفك. يا شباب لا تشتروا الشاورما لانه الشاورما مضرة وكمان فيها زيوت وغير زيوت، يمكن تشردقوا في اظفر رجل هذا المجنون. بتسمموا بتسمموا، انت بتعرف كم واحد تسمم عندي يا ولا؟ ايش ما كم من واحد؟ تقريبا 3000 واحد سمموا و2500 ماتوا، بس عاش 500 و500 تكرسحوا يعني لسه ما الله يقفكم. لازم يا متابعينا تتأكدوا من صلاحية المطعم اللي بتشتروا منه، لأنه يمكن يكون بتفعص برجليه مثل هيك، بتحط فحمات كمان، فحمات على الدجاج مثل هيك. خليني افركهم ادهنهم عشان اعطيهم لون بنفسجي حلو نظيف نظيف. يا ويلي اتطلع اتطلع، والله اشي غريب كثير كثير. اتطلع كمان، فخورين بحالكم، بتطلعوا في الكاميرا كمان فخورين بحالكم. اكيد هذا طلعت صديقي صديقي، هذا صديقي عبده، وهذا صديقي احمد، وهذا انا اسمي ابو الصور ابو النور. ابو الصور ابو النور، كيف حالك؟ بتدعس على اللحمه يا مقزز، أبو انت النور، لازم أبو تموت النور. انت لازم تموت.
ولا لا تقاتل ولا تسوي ايش بلاش تكسر راسك، اصلا انتو المتابعين بيحبوا الشاورما اكثر من البرجر. طيب الان بطلوا يحبوا البرجر من وراك يا مقزز، طلع كيف الان يعني يمكن واحد هيك يتشردخ في اطفر المسكين، يعني انت قص اظافر رجليك. لا لا طوال طوال انت، يعني ليش بتقول بطلوا يحبوا البرجر؟ انت يعني هذا البرجر ما لهش دخل بالشاورما، الشاورما ايش ثاني يا صديقي؟ انا يا بدعس عليهم انت ليك، انت بتعرف هاي اللحمه لحمه ايش؟ لحمه كلاب بينه، طلع كيف مش مبين لها شحمه ولا عظمه. ايه شو مالك شو مالك صفنت فيها؟ هذه اللحمه لحمه حمير ولحمه بسس. لحمة حمير وبسس وكلاب ثلاثة مع بعض عشان تعطي أزكى طعمة بالدنيا. الله يقرفك واحد كلب غبي مجنون، يعني بلقيتك بتفعص باللحمة، احنا منبيع البرجر اصلا، بائع البرجر افضل منك يا بائع الشاورما، انت بتفعص الشاورما برجليك، انا بسويها من افضل الاطعمة، يعني كمان احنا منحطش لحمة، تخيل منحط هيك بديل للحمة، واللحمة لانه فيها دهون. يا ويلي ليش تقعدوا تتهبلوا مثل هيك؟ خلص انتوا اصلا باعين البرجر اغبياء، يلا وصلوا نشوف انا اول جزيره راح تكون موجوده. طيب ماشي ماشي، يلا يلا يا بائع البرجر يا بائع البرجر. مثل هيك هي وين رايح الدعوه؟ مصطفى المقاري. الله يقرفك واحد مقزز. يلا علي بيع بالليل. ايه طلع، والله ما عمري شفت واحد مثل هيك مجنون، انا بائع البرجر ما بسوي هاي الحركات. هي انت ما اقرفك يا زلمه، بعد عني ريحتك زي 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 جثه الكلب. يا ويلي ارفع ارفع ايدك يعني اشوف، ارفع ايدك. الله يقرفك، شوف تحت اباطك يمكن في كلب ميت. لا لا في بسة. يا ويلي في بسة يا ويلي. ايه شوف النظافة، شوف النظافة، شوف النظافة. شاورما ولك هذا المطعم تاعي يا حمار. ايه يا ويلي طلع كيف تبين، طلع كيف جزيرتي مبين انها وسخة ومقرفة كلياتها اشياء قرف، اما هون منظبطها انت ما بتشوف، طلع كيف يعني اللحمة بس تشويها بصير شكلها حلو. يا ويلي منظبطها بس بتكون المكونات وسخة. يا ويلي والله انا بتأسف وهيك، اني انا بعتذر من جميع اللي بحبوا شاورما، بس يا متابعينا الاساطير اللي بحبوا الشاورما اتاكدوا من نظافة المطعم. تاكل شاورما لفت شاورما. ما بدي اكل طبعا بعد ما عرفت انه انت اللي بتسوي. طلع شاورما شاورما كان فعص اللحمة برجله، طلع هاي المية تبعت رجله اللي بفعص. نعم نعم. بعد بنظف فيها رجلي. الله يجزاك. احنا اول شيء نعمل مثل هيك ومثل هيك عشان طلع هذا شكله زي النيص يا زلمة. نعم نعم ولك خلي انا قاعد على المروحة فوق قاعد بتهور. يا ويلي هذول والله حرام عليهم، انت كلب اصلا، انت كلب اصلا. ولا ما تقعدش تتبل لكسر الراس. يا متابعين بيكونوا بفعصوا باللحمة مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك، واخر اشي بلفلكوا اياه بخبزة وبتطلع نظيفة نظيفة مثل هيك. طلع محلى الشاورما مبين بتاعتي، مش مبين شي يعني بس انت بتتهبل. ايه مش مبين اشي، عشان هيك انا بدي اشيلها كلياتها وبدي اكسرها كلياتها وابزعها تمزيع. هات اللحمات مثل هيك يا فحماوي. هي والله بدي اكسرها ما ذولا، عشان هيك بدي اشيلهم عشان ما يخربوا ما ياكلوهم الناس. نروح نجيب الحديقة الحيوانات كلاب وبسس. يا ويلي طيب خلص انا استسلمت، انت واحد غبي ابدا اخرب عليك. طلع شوي طلع لفات شاورما سكا. يلا كول كول هذا الشاورما صار. يلا كول. طلع ما بدي اكل، ما بدي اكل. انت الخسران، اسكى شاورما بالعالم. يعني انت بتاكل الشاورما اللي بتفعص بعد رجليك؟ عادي ما هي رجلي هي، طلع حطيت عيني على المكوى. ايه يا ويل شو مكوى شو هذا؟ لك هذا مكوى مكوى دحيس. يا ويلي والله انك مقزز على الاخر. يلا انا هو بائع البرجر ما اكلت ولا لقمه من الشاورما المضره في الصحه، انا لازم اني اوصل طريق، لازم اني اوصل طريق، اصلا البرجر ألذ من الشاورما. ايه اوه شوف شوف هذا مطعمي مطعمي مطعمي، طلع الحلاوة اطلع النظافة اطلع هذا البرجر المتشطشطة اللذيذة جدا جدا. واو. شايف كيف النظافة؟ ليش حط عليه علم؟ ايه وين العلم؟ ايوه علم 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 البرجر هذا. هذا مش علم يا حمار، هذا هاي العودة عودة عشان تمسك البرجر، لانه في دو داخله سفرجل وبداخل البرجر. لا طبعا في لا طبعا حبيبي كلها دود. يلا دوق 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 وشوف وخبرني من اسكى. يا بابا هاي الدود حطيتها في البرجر. ايه طفلش اللي سمعت
هاي الدود ايش حطيته في البرجر؟ ها كشفتك يا كلب، كشفتك يا ويلي، كشفت انكشف، كشفتك انا كشفتك انا هاي الماس طلع بداخله بداخله كشفتك دود. كشفتك انك واحد كذاب. بس خلص خلص اصبر اصبر، ايش بدك؟ ما دام احنا مقرفين خلينا ناكل البرجر هذا. يلا يلا. لا 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 يا بابا، احط فيه احط فيه حمار ولا لا؟ يا يعني طفلي دقدتي حمار ولا لا؟ اتفقنا ما تطلع هذول الاسرار يا طفلي. يا ويلي يا بابا، خلص صاروا سامين، حضرت الحمار. ايش بدك تحط ضرطة الحمار؟ انت بتعرف ان ضرطة الحمار يا بابا بتجيب المشتريين، يعني ضرطته حلوة. حط حط ملح ملح امريكي. ماشي ماشي، ملح 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 انجليزي. ما راح انجليزي قصدي. هاي هاي انت يعني بصراحة يعني كشفنا امرنا للمتابعين واستفدنا من هذا الفيديو يا متابعين انه لا تشتروا من المطاعم السريعة. مش من اي مكان، مش من اي مكان. لا ما يشتروا بالمرة، لانه كل يعني الا اذا ابوكو صاحب مطعم شاورما او اشي مثل هيك ومتأكدين من الطعام اللي بيسويه، لانه معظم اللي بيسووا مثل هيك بحطوا الشاورما الباقي يمكن بيسووا لكم لحم حمير، ان شاء الله اعلم. صح نعم نعم يا صديق. خلاص خلينا نروح وناكل شاورما، وعلمك على صناعة الشاورما. يلا يلا ماشي ماشي، يلا خلينا اروح.